Wanna keep you drunk. Wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk. Wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you. Wanna keep you deep, to keep you deep. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just. Baby, making bodies we just. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم مريم أمين. أتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم لحم القدرة. قبل ما نبدأ بالمكونات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. يلا نبدأ بالمكونات. 2 كيلو ديال اللحم ديال البقري، كاس ديال المسخون درنا فيه شوية ديال الزعفران يدوب ليا، وكاس ديال الزيت البلدية، زلافة ديال اللوز اللي سلقته ونقيته وقشرته، زلافة ديال الروز، نص كيلو ديال البصلة مقطعة شنايف، قزبر ومعدنوس، ثلاثة البصلات مقطعين مربعات، توابل زعفران ملون، الملح، خرقوم، عود، سكين جبير، ربعة الفصوص ديال الثومة، ضامة ديال الزعفران والبزار، ومعلقة ديال الزبدة للتزيين، البيض ديال السمان. يلا نبدأ بطريقة التحضير. نتوما ديروه في الطنجرة، أنا مزروبة به شوية، غنطيبو في الكوكون. غنحط زيت البلدية، غنضيف اللحم، غندير الملح، معلقة ديال البصل، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال الزنجبيل، بعد فصوص ديال الثوم، ثلاثة البصيلات هاكا مقطعين مربعات، غنضيفو معلقة ونص ديال القزبر ومعدنوس، ونحتفظو بشوية حتى لاخر، زعفران ملون، غندير كمية في اللحم، ونحتفظ بشوية باش نديرو في الروز. ونحرك المكونات حتى يندمجو ونخليهم يتقلاو ليا مزيان، عاد نرجع معاكم. دابا نحط الروز ديالي حتى هو يطيب. غناخذ طنجره، غنضيف لها ربع ديال الكاس ديال الزيت البلديه، غنحط هذا الروز اللي غسلته مزيان، غنضيف ليه نفس العطريه اللي ضفت للحم، معلقه ديال الخرقوم، ديال الزنجبيل، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الابزار، الملح، وطامة ديال الزعفران، حتى لاخر عاد نضيف الزعفران شعرة. غنضيف معلقة ديال الزبدة باش تبقى ليا الروز محلول، وغنضيف الماء الكافي اللي غيطيب ليا فيه الروز. درت زلافه ديال الروز، غندير جوج زلايف ديال الماء ونص، ودابا غنضيف ليه هاد الماء ديال
ديال الزعفران شعره. وغنقص عليه ونخليه يطيب حتى يقرب يطيب، وغنزيد ليه مرق ديال اللحم من طنجره. دابا ملي تقلى ليا اللحم مزيان غنضيف ليه هاد اللوز يطيب معاه. نضيف الماء الكافي اللي غيطيب معاه لحقاش هو تيشي طياب شويه اللوز. هاي طيبه نص طيبه ونرجع معاكم باش نديروا البصله. دابا مني طاب ليا اللحم واللوز نص طيبه غناخد من شويه ديال المرق ونزيدو على الروز ونهز المرق بلا اللوز ونضيفو على الروز باش يتنكه ليا باللحم. والروز اللي بغا يديرو في التميمسات ويحطو يطيب مع اللحم حتى يدير حتى هي طريقه مزيانه. اللي بغا يطيبو على الطريقه ديالي يطيب. دابا غنضيف البصله نقطعها هكا شنايف. نضيف هاد المعلقه ديال القزبر وماء تنس. ونخليه يطيب ونرجع معاكم باش نحط طبق التقديم. دابا هي طابت ليا المريقه ديالي غنبدا نحط معاكم. والروز حتى هو هو طاب. دابا غنبدا نعمر في الروز ديالي نحطه في هاد المولات هكا نضغط عليه شويه.
ها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي، كيجي في غاية الروعة، لذيذ وبنين، وفكرة جديدة نقدموها للضيوف ديالنا. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه. ما بقى لي نقول لكم بسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا على المشاهدة.